الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمة الله على هذا الإمام، نواصل به كتاب بدء الوحي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وكان يعرف منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به يخشى أن ينفلت منه، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وأنت قرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فإذا أنزلناه فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن نقرأه ونبينه بلسانك. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ادعى له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يرزق فهم القرآن وتأويله وأن يكون من أهل العلم، وقد كان من أوعية العلم وكان بحرا فيه. وفي قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى ابن عباس تفسير القرآن، كان يجعل له مجلسا يفسر فيه كتاب الله جل وعلا. قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، ذا خطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يستعجل في تكرار آيات القرآن، أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرره كثيرا، يسرع في تكريره من أجل أن يحفظه. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي، يعني نزل عليه بآيات من كتاب الله عز وجل، يحاول من التنزيل شدة، يشتد على نفسه خشية من أن ينسى شيئا من كتاب الله جل وعلا، فكان يحرك به لسانه وشفتيه، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من القراءة ويشتد في ذلك، وكان يعرف منه هذه الشدة خشية من أن ينسى شيئا من الوحي. قال ابن عباس: فأنا أحركهما، أي أحرك اللسان والشفتين، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما محرك شفتيه. أنزل الله تعالى الآية التي في سورة القيامة، سورة لا أقسم بيوم القيامة، تلك الآية هي قوله
قوله لا تفرق به لسانك لتعجل به. كان صلى الله عليه وسلم يخاف ويخشى أن ينساه وأن ينفلت منه، فضمن الله له أن لا ينسى، فقال إن علينا جمعه وقرآنه. أن الله تعالى تكفل ببقاء هذا القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فضمن الله له جمع القرآن في صدر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما ضمن له أن يكون قادرا على قراءته. قال فإذا قرأت أي إذا أنزل عليك الكتاب وورد إليك الوحي فاتبع القرآن فاستمع له وأنصت لهذا القرآن، والله جل وعلا سيتولى حفظ هذا القرآن. قال تعالى ثم إن علينا بيانه، أي أن الله جل وعلا عهد لنبيه أن يتمكن من قراءته وأن يجعل قراءته للقرآن بينة واضحة بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان، قال ابن عباس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن نزلت عليه هذه الآيات إذا أتاه جبريل أطرق، بمعنى أنه أنصت في جبريل واستمع، ولم يكن على شأنه الأول بمجرد ورود جبريل إليه يكرر الحرف. فإذا انطلق جبريل بعد أن يمضي بإنزال الوحي ينطلق ويذهب جبريل، فبعد ذلك يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما كان جبريل يقرأه. في هذه الآيات وكان يقاسيه النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول الوحي. في هذه الآيات شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه في بقاء العلم عدم ضياع شيء من الوحي. في هذه الآيات جواز تنزيل حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعله من الأفعال. في هذه وفي هذا الخبر أيضا ضمان الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ له كتاب الله جل وعلا في صدره. في هذا دلالة على أن حفظ القرآن في الصدور نعمة من الله جل وعلا يمن بها على من شاء من عباده. ولذا فإن من أراد حفظ كتابه فعليه أولا أن يستعين بالله جل وعلا. في هذه الآيات مشروعية الاستماع للقرآن وأنه من العبادات التي تتقرب بها لله عز وجل، فيه الإنصات عند سماع التلاوة في آيات الكتاب. في هذه الآيات استحباب بيان وتفسير القرآن توضيحه للناس. في هذه الآيات أن القراءة تؤخذ من السماع، من أراد أن يأخذ قراءة كتاب الله جل وعلا فعليه بأن يراجع العلماء الذين يمكنون القراءة فيأخذ منهم بالسماع. عن الزهري رضي الله عنه، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ فيدارسه القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قول ابن عباس رضي الله عنهما
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أي كان أكثره كرما حيث يجود بما كان عنده من نعم الله عز وجل عليه. قوله وكان أجود ما يكون كان هنا تاما، ومن ثم لم تهتدي إلى خبر ورفعت أجود إلى في أجود الأولى فإنها منصوبة خبر كان. قوله وكان أجود ما يكون أي أعظم ما يكون كرما وأشده ما يكون منه في شهر رمضان حين يلقاه جبريل. قال وكان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي شهر رمضان حتى ينسلخ أن ينتهي شهر رمضان. قال فكان جبريل يدارسه القرآن، أي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستمع، وكان ذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. ورد أنه كان يقرأ القرآن ويعرضه عليه في كل عام مرة، في العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. وقوله هنا بل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، مراد بالريح المرسلة ما يكون بالرياح الرحمة التي فيها مطر وغيث عام ينزل على عموم البلاد. وفي هذا الحديث من الفوائد الترغيب في الجود والحث على الكرم وما فيه من الخير، فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة حيث بلغ شأوا بعيدا فيها. في هذا الحديث تخصيص رمضان زيادة في العبادات لا يفعلها الإنسان في غير رمضان. وفي هذا الحديث استحقاق زيادة العطاء والكرم في شهر رمضان. في هذا الحديث ذكر الملائكة وما كان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل خصوصا في شهر رمضان. في هذا دلالة على أن الملائكة قد يتصورون بصور بني آدم. في هذا الحديث أن العبادة في شهر رمضان وقراءة القرآن لا تقتصر على النهار، كما يستحب الإكثار من قراءة القرآن في نهار رمضان يستحب أن يكون هناك إكثار من القراءة في الليالي، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع جبريل في شهر رمضان. وفي هذا الحديث استحباب الاجتماع لقراءة القرآن في المواسم الفاضلة كشهر رمضان، سواء كان الاجتماع بالحضور أو كان الاجتماع بهذه الوسائل الحديثة التي وردت على الناس في زماننا الحاضر. فوجود حلقات قرآنية في أنواع وسائل التواصل الاجتماعي مما يدخل في هذا الخبر، وتكون أحكامها على الاستحباب. وفي هذا الحديث استحباب مدارسة القرآن وعرض القرآن من أجل أن يبقى حفظه في صدر الإنسان. في هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز الثناء على الآخرين بالكرم والجود، وأن ذلك من الأمور التي تجعل الآخرين يقتدون بأهل الجود والكرم. في هذا الحديث أيضا جواز سعي الإنسان في الدنيا، فإنه لن يتمكن المرء أن يكون من أهل الجود والكرم إلا إذا كان عنده
تملك ومال يستطيع به أن يكون كذلك، فدل هذا على استحباب اشتغال الإنسان باكتساب الأموال التي يكون جهد الإنسان فيها من طريقة مباحة ينفق منها في سبل الخير. قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع لحية الكلبي رضي الله عنه، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي هنا أحدا من قومه لأسألهم عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني أبو سفيان من فيه إلى فيه أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في مدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش. قال: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا، فأدخلنا عليه فدعاهم في مجلسه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال: ما قربت ما بينك وبينه؟ فقلت: هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري فقال قيصر: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره فأجلسوني بين يديه وجعلوا أصحابي خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يدعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء يومئذ أمن أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه لما سألني عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائهم من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر ولا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم إني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به ولا أخاف أن يؤثر عني غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ فقلت: الحرب بيننا وبينه سجال، يدال علينا المرة ويدال عليه الأخرى، ينال منا وننال منه. قال: ما يأمر ذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال للترجمان: حين قلت ذلك قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منهم هذا القول قبله فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قد قيل قبله، وسألتك هل كان هذا في آبائه هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا، فقلت فلو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب منك آبائه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوا وهم أتباع الرسل، فسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم،
سألت أيرتد أحدنا صفقة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته قلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك كيف كان قتالكم إياه؟ فزعم أن الحرب سجال ودول. وكذلك الرسل مبتلى ثم يكون لهم العاقبة. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وقال هذه صفة نبي، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدعفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب وقضى مقالته كثر عنده الصخب، وارتفعت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، فلا أدري ماذا قالوا. وأمر بنا فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا وخلوت بهم: لقد أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان: والله فما زلت ذليلا موقنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيظهر، حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي فيها ذكر ما كان من علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل زمانه، وخصوصا من كان لهم ولاية وملك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويكاتبهم ليقيم الحجة عليهم، وليكون ذلك سبب من أسباب إبلاغ دين الله جل وعلا. ومن ذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم من كتابة الكتب وإرسال المناديب إلى ملوك أهل زمانه يدعوهم إلى الله جل وعلا. ومن ذلك الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم وملكهم قيصر، فإنه قد أرسل له كتابا يدعوه إلى الإسلام ويعرض عليه الدخول في هذا الدين. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي كتبه إلى قيصر مع رجل من العرب من بني كلب ويقال له دحية، وقد كان من الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى دحية وأمره أن يدفعه إلى أحد ولاة قيصر، وهو الوالي على مدينة بصرى التي في أول الشام، ليقوم ذلك الوالي بتسليمه إلى قيصر. وقام عظيم بصرى باستلام ذلك الكتاب، وكان قيصر قد انتصر على فارس، وكان أهل الإسلام يفرحون بانتصار أهل الروم لأن لديهم كتابا، وكان المشركون يفرحون بانتصار فارس
لأنهم ليسوا من أهل الكتاب، كما ذكر الله جل وعلا في أوائل سورة الروم. ولما انتصر قيصر على فارس وأزال الله جل وعلا عنه جنود فارس، وتمكن قيصر من رد المناطق التي استولى عليها ملك الفرس، نذر لله عز وجل أن يمشي على قدميه من مدينة حمص بالشام إلى مدينة إيليا، وأراد أن يشكر الله عز وجل على ما مكنه من الانتصار من عدوه من فارس، وذلك أن الله جل وعلا قد كان أن الله عز وجل قد قدر هزيمة الروم في أول الأمر، لكنهم انتصروا بعد ذلك بعد أن اجتمعوا وسألوا الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم. فلما وصل قيصر إلى إيليا جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأوا الكتاب على قيصر، وهنا أراد أن يستطلع الخبر عن صاحب هذا الكتاب ما هو، وهل هو نبي حقيقة أو لا، فقال التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه، أي ابحثوا عن رجل من قرابة هذا الرجل الذي كتب هذا الكتاب لأسألهم عنه وأتعرف حقيقته، لينظر هل هو صادق في دعواه أو أنه لا يصدق في هذه الدعوة. قال ابن عباس: فأخبرني أبو سفيان بن حرب من فيه إلى في، أي حدثني مباشرة بدون أن يكون بيني وبينه واسطة، وكنت مصغيا لحديثه مستمعا إليه واعيا ما فيه من المعاني. فأخبر أبو سفيان أن هرقل عظيم الروم وملكهم أرسل إلى أبي سفيان، أي بعث مندوبا ليحضر أبا سفيان في ركب من قريش، أي جماعة وأصحاب إبل كانوا يسافرون، وكانوا تجارا بالشام، وذلك أنهم في وقت الصيف في وقت الشتاء أو في وقت الصيف يذهبون إلى الشام، كما ذكر الله جل وعلا من تجارة أهل مكة صيفا وشتاء، بإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، حيث صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، وكان من قادتهم أبو سفيان على أن يضعوا الحرب 10 سنين. وقال: بحث رسول قيصر عن جماعة لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث هذا الكتاب، فوجدوا أبا سفيان ومعه جماعة من أهل مكة، فلما وجدهم رسول قيصر ببعض مدن الشام طلب منهم الذهاب إلى هرقل، وأخذهم فانطلق به بأبي سفيان وبأصحابه. قال: حتى قدمنا إلى المدينة، ووصلنا إلى المدينة التي كان فيها قيصر، وهي مدينة إيليا، فأدخل أبو سفيان ومن معه على هرقل، فدعاهم ليكونوا قريبا منه، وطلب منهم أن يقتربوا منه في مجلسه، فإذا هو جالس يقول: حضرنا إليه وقربنا منه ووجدنا حاله حال ملك جالس في مجلس ملكه
على سرير الملك وعلى رأسه التاج الذي يوضع على رؤوس الملوك، ووجدنا حوله رجالا من عظماء الروم، فدعا أبا سفيان ومن معه وطلب إحضار مترجم يترجم له الكلام الذي يقوله أبو سفيان. فقال هرقل للمترجم: سلهم، أي اطلب منهم أن يذكروا لك من هو أقرب هؤلاء القوم نسبا بهذا الرجل الذي كتب هذا الكتاب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ووصفه بأنه يزعم، أي يدعي أنه نبي، أي مرسل من عند الله جل وعلا. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا، وذلك أن كل منهم من بني عبد مناف، فكان أقرب هؤلاء الركب للنبي صلى الله عليه وسلم في النسب. فقال هرقل لأبي سفيان: ما نوع القرابة التي بينك وبين هذا الرجل الذي زعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: هو ابن عمي، لا يريد بذلك العم القريب، لأن بينهم قرابة الخمسة أجداد. قال: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري، فكنت أقرب هؤلاء القوم في النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قيصر: أدنوه مني، أي قربوه وليكن بمسافة قريبة. ثم قال: وقربوا أصحابه، أي اجعلوهم قريبين منه، واجعلوهم عند ظهره ليستمعوا مقالة أبي سفيان وليحكموا عليه بالصدق وعدمه. وطلب منهم إذا أخبر بخبر لا يصدق فيه أن يخبروه وأن يعلموه. قال هرقل للمترجم: قل لأصحابه، أي أخبرهم واطلب منهم وقل لهم إني سائل هذا الرجل، أي سأوجه عددا من الأسئلة إلى أبي سفيان عن الرجل الذي زعم أنه نبي، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني أي أخبرني بخلاف الواقع فكذبوه، أي فأظهروا كذب مقالته وعدم صدقه فيها. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء، يعني أني استحيت من أصحابي ولم أكن متورعا من أجل هرقل أو من أجل طريقته، ولكني خشيت إذا خرجنا بعد ذلك أن يتهموني بالكذب وأن يصفوني به. فقال: لولا الحياء يومئذ من أن يأثروا، أن يجدوا وينقلوا عني أني قد كذبت في حديثي لكذبت عليه، أي لأخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الواقع لما سألني عنه. فكان أول سؤال وجهه هرقل إلى أبي سفيان أن قال له: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ أي هل هو ذو نسب رفيع يتطلع الناس إليه، أو أنه لا نسب له، أو عنده نسب لا يلتفت إليه وليس له قيمة عندكم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية عبد المطلب شيخ قريش، وآباؤهم أشياخ مكة. فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب، أي أن له مكانة ولآبائه وأجداده منزلة.
فاستدل من ذلك هرقل على علامة من علامات صدق هذا النبي، فسأل هرقل أبا سفيان: هل زعم أحد أنه نبي قبل أن يزعم هذا الرجل؟ وهل قال هذا القول أي ادعى النبوة أحد من العرب قط قبل هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: لا يوجد أحد ادعى أنه نبي قبل هذا الرجل. فهذه علامة أخرى أرشدت هرقل إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هرقل: هل كان من آبائه من ملك له الملك وبالتالي له الأمر والنهي؟ وفرق بين أن يكون الرجل وجيها له مكانته ومنزلته، وبين كونه ملكا يأمر وينهى وعنده من الرجال من يمتثلون له. فقال أبو سفيان: لا، أي لا يوجد أحد من آبائه كان ملكا. فكانت هذه علامة أخرى استدل بها أبو سفيان على استدل بها هرقل على صحة دعوى هذا الرجل النبوة. فقال هرقل: من الذي يتبعه ويؤمن به ويسير على طريقته؟ هل هم أشراف الناس وفعاؤهم ووجهاؤهم، أم أن أتباعه هم الضعفاء الذين لا مكانة لهم عند أشراف القوم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم هم الذين يتبعونه. فقال هرقل: هل يزيد أتباع هذا الرجل ويزداد عددهم ما بين يوم وآخر، أم أنهم يتناقصون؟ فقال أبو سفيان: بل أتباعه يزيدون ولا ينقصون. فقال هرقل: هل يرتد أن يترك أحد منهم دينه ويرجع إلى دينكم سخطة لدينه، أي عدم رضا بهذا الدين وكراهية لهذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا، أي لا يوجد أحد منهم ارتد عن دينه كارها لهذا الدين ساخطا لشعائره. فقال هرقل: فهل كنتم تنتهمون محمدا تصفونه بالكذب، أم أنه لم يكن موصوفا بالكذب قبل أن يقول مقالة النبوة؟ وأنتم تعلمون أنه كان يدعى بالأمين وكان مرضي اللهجة عند قومه. فقال أبو سفيان: لا، لم نكن نتهمه بالكذب قبل ذلك، ولم يكن يكذب على الناس. فسأله هرقل: هل يغدر، أي إذا عاهد عهدا هل ينقض ذلك العهد ولا يلتزم به؟ فقال أبو سفيان: لا، أي إنه لا يغدر. قال أبو سفيان: ونحن الآن منه في مدة، أي هذا الوقت بيننا وبينه صلح، ولا ندري ما الذي يفعل، ونخاف ونخشى أن يغدر وأن لا يفي بذلك العهد، ولا ندري ما هو فاعل فيها، أي ما الذي يكون من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الصلح، هل يغدر أو يفي به؟ وأراد أبو سفيان أن يدخل كلمة في القدح في النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يجد عليه أصحابه أنه قد أخبر بخلاف الواقع. قال: ولم تمكنني، أي لم أتمكن من أن أدخل كلمة في مقابلتي هذا تكون سبباً من أسباب تنقص النبي صلى الله عليه وسلم
بحيث لا يجد من ورائي علي كذبا في حديثي إلا هذه الكلمة التي فيها تعريض لطيف يسير. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ أي هل حصل بينكم وبين هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قتال؟ فقال أبو سفيان: نعم، حصل بيننا وبينه قتال. فقال هرقل: كيف كان قتالكم؟ أي ما هي النتيجة في الحروب التي كانت بينكم وبين هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال، أي أن هذه الحرب مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر علينا. ولذا قال: يدال علينا المرة، أي يمكن من الانتصار علينا، وندال عليه الأخرى، أي نتمكن من الانتصار عليه في جولة أخرى. ينال منا وننال منه، أي نصيب ونتمكن من الأخذ منه. فقال هرقل: ماذا يأمركم؟ أي بأي شيء يطالبكم؟ وما هي الأفعال التي يرغبكم في فعلها؟ فقال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده، أي ليكون جميع عباداتكم ذلاً وخضوعاً وتضرعاً لله وحده، بحيث لا تصرفون شيئاً من العبادة لغير الله، ولو كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الأصنام أو من غيرهم. ثم أكد هذا المعنى فقال: ولا تشركوا به شيئاً، أي لا تجعلوا مع الله إلهاً آخر تصرفون له شيئاً من العبادات. قال أبو سفيان: وكان يقول لنا: اتركوا، أي ليكن من شأنكم ألا تسيروا على ما كان عليه آباؤكم. فنهاهم عن التقليد المجرد للآباء. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق، يعني مطابقة كلامنا للواقع. وفي بعض ألفاظ الخبر: والصدقة، أي الزكاة. وكان يأمرنا أيضا بالعفاف، أي تسليم أنفسنا وإبعادها عن المحرمات. ويأمرنا بالصلة، أي صلة الأرحام، والوفاء بالعهد، أي الالتزام بالمواثيق والوعود والعهود التي تكون مع الآخرين. كما يأمرنا بأداء الأمانة، أي بإعادة هذه الأمانات لأصحابها. فقال هرقل للترجمان المترجم بعد أن فرغ الحوار بين أبي سفيان وبين هرقل بواسطة ذلك المترجم: قل له إني سألتك عن نسبه فيكم، أي سألتك عن درجته في النسب، فذكرت لي أنه فيكم ذو نسب، أي صاحب نسب عال. قال: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. فهذه علامة من العلامات الدالة على صدق هذا الرجل. قال: وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله، أي ادعى أنه نبي، فذكرت أي زعمت وأجبت أنه لا يوجد أحد ادعى النبوة قبله. فقال هرقل: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي، أي يسير على طريقة من قبله، فقد وجد أقوام فيدعون كذبا أنهم أنبياء فيسير على طريقتهم. ولكن لما كانت العرب لم يوجد فيهم قبل هذا النبي من يقول بأنه نبي، فهذا دليل على صدقه وقرينة على
أنه نبي حقيقة. قال هرقل لأبي سفيان: وسألتك هل كان من آبائه ملك من ملك؟ فذكرت أنه لا يوجد من آبائه ملك، فقلت لو كان من آبائه ملك لا حاول أن يكتسب هذا الملك الذي لآبائه بواسطة دعوى النبوة. ثم ولذلك لما لم يكن أحد من آبائه كذلك فهذا دليل على صدقه في دعوى النبوة. قال هرقل: وسألتك، أي طلبت منك أن تجيبني على سؤالي، هل كنتم تتهمونه، أي ترجمونه وتصفونه بالكذب أي بالإخبار بخلاف الواقع قبل أن يزعم أنه نبي؟ فذكرت أنه لم يكن يعرف بالكذب بل كان معروفا بالصدق. قال أبو سفيان: فهذه علامة على صدق الرجل في دعوى النبوة، فإنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على رب العزة والجلال الذي له القوة والقدرة والذي يهلك من يكذب عليه. قال هرقل: وسألتك أشراف الناس اتبعوه، أكثروا على طريقته أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه أو ساروا على طريقته، وهذا دليل على صدقه في دعواه، فإن الضعفاء هم أتباع الرسل السابقين. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون ولا ينقصون، وهذا علامة على صدقه، فإن دعوات الأنبياء كذلك تكون، وهكذا أمر الإيمان حتى يتم، يبدأ ضعيفا ضعيفا حتى يزداد بعد ذلك. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه، أي كراهية له بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أنه لا يوجد أحد ترك من أصحابه ترك دينه كراهية له. وقال هرقل: هذا علامة على صدقه، فالإيمان إذا خالط بشاشته القلوب فإنهم يستمرون عليه ويرضونه ويقاتلون حوله ولا يسخطونه ولا يذمونه ولا يتركونه. فهكذا إذا خالطت هناءة الإيمان وانشراحه القلوب. وسألتك هل يغدر في العهود ولا يفي بها؟ فذكرت أنه لا يغدر، فاستدل بذلك على أنه من الأنبياء. قال: وكذلك الرسل لا تغدر، فقد سار هذا الرجل على طريقة الرسل. وسألتك كيف كان قتالكم إياه والحرب بينكم وبينه؟ فزعمت أن الحرب سجال ودول، مرة تنتصرون ومرة ينتصر، فهكذا الرسل تبتلى في أول الأمر وتختبر هل يصدقون في ما أرسلوا به، ثم تكون لهم العاقبة. قال هرقل: وسألتك بما يأمركم، أي ما هي الأشياء التي يطلب منكم فعلها؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان أي الأصنام، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. فهذا من رجحان عقل هرقل لما عرف أنه نبي، ولكنه لم يستكمل العقل عنده، ولذا آثر الدنيا بالبقاء في ملكه على الآخرة والنعيم الدائم. قال هرقل لأبي سفيان:
فإن كان ما تقول حقا، أي ما ذكرت لي من جواب هذه الأسئلة أنه جواب صادق، فإن الله سينصره وأنه سيكبر ملكه حتى يملك موضع قدمي هاتين، أي صلى الله عليه وسلم إليه، والتي بعث بها دحية وأعطاها لعظيم بصرى، وقام عظيم بصرى بدفعها إلى هرقل، فقرئ الكتاب بمحضر من في المجلس، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أي كبيرهم ومعظمهم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي أطلب منك أن تدخل في هذا الدين، أسلم أي ادخل فيه، فحينئذ ستكون عاقبتك السلامة، وأسلم في الدخول في هذا الدين يؤتك الله أجرك مرتين، أي يضاعف لك الثواب. فإن توليت أي لم تستجب لهذه الدعوة فإن عليك إثم الأريسيين، أي إثم أهل الشام ومن وراءهم من الفلاحين والمزارعين، فإن أكثر أتباع هرقل كانوا كذلك. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب نص آية، وهي قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نستوي نحن وإياكم في الأخذ بها، ألا نعبد إلا الله، أي لا نصرف شيئا من العبادات لغير الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا أي إذا لم يستجيبوا لك ولم ينقادوا لدعوتك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يستشهدون من كان من أهل الكتاب. قال أبو سفيان: فلما تكلم بتلك الكلمة ولم تكن كلمة مرضية عند البطارقة وكبار أهل الملة النصرانية، وفرغ من قراءة الكتاب وانتهى، وقضى مقالته التي سألني فيها تلك الأسئلة، كثرت الأصوات ووجد اللغط والصخب فيما بينهم، وذلك أنهم استنكروا مقالة هرقل، فقال: وارتفعت أصوات الذين حوله من عظماء الروم، لكنهم كانوا يتكلمون باللسان الرومي، ولذلك لم يفقه أبو سفيان ما الذي قالوه وما الذي جرى بينهم. فلما كثر اللغط أمر هرقل بإخراج أبي سفيان من مجلسه ومن معه، فلما خرجوا وانفردوا وأصبحوا وحدهم، قال أبو سفيان لرفقة في تلك السفرة: لقد عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أمر، يعني عظم وكبر أمر، أي شأن ابن أبي كبشة، وكان أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يريد ملك الروم هرقل. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا، أي صاغرا، عارفا بمقدار عظم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، موقنا أي جادما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر، سينتصر على أعدائه، حتى أدخل الله قلب الإسلام وأصبحت من أهل الإسلام وأنا كاره له. ففي هذا الخبر من الفوائد والأحكام استحباب نشر الدعوة إلى الله بكل وسيلة يستطيعها الناس، وفي هذا الحديث استعمال الوسائل كافة في الدعوة إلى الله جل وعلا،
كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الكتابة في الدعوة إليه. وفي هذا الحديث مراعاة التراتيب الإدارية التي تكون عند أصحاب الولايات وعدم تجاوزها، ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم دحية أن يعطي الكتاب عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وفي هذا الحديث ذكر ما جعل الله من انتصار الروم على فارس بعد أن انتصروا عليهم. في هذا الحديث أن من العبادات في دين النصرانية المشي بين مدينة إلى أخرى، وهذا قد أبطل في دين الإسلام، فلا يشرع نذر ولا عبادة وطاعة ولا انتقال إلى بلد إلا إذا كان هناك مقتض يقتضيه كأن يكون مؤديا لعبادة في ذلك المكان. وفي هذا الحديث سؤال أهل الخبرة والرجوع إليهم كما رجع هرقل إلى أبي سفيان. وفيه أن من كان عالما بفن قد يكون جاهلا بفن آخر. وفي هذا الحديث جواز رواية الحديث ممن شهد واقعة حال كفره إذا رواها بعد إسلامه كما كان من أبي سفيان. وفي هذا الحديث أن أهل مكة وقريشا كانوا يزاولون التجارة وكانوا يذهبون إلى الشام من أجل ذلك. وفي هذا الحديث جواز مهادنة الشرك والصلح معهم على ترك القتال مدة معينة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد الاستدلال على صحة الوقائع بالقرائن والعلامات التي تكون محيطة بها، كما استدل هرقل على ذلك من كلام أبي سفيان. وفي هذا الحديث ذكر أن الأنبياء أصحاب نسب في أقوامهم لعل أقوامهم يمنعونهم من أعدائهم. في هذا الحديث الاستدلال على صدق الرجل وكذبه بمقارنته بأقوال غيره وبإطلاع غيره على مقالته. وفي هذا الحديث أيضا أن الاستدلال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بكونه لم يكن من آبائه ملك يأمر وينهى. في هذا الحديث أن أكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم من الضعفاء كما هم أتباع الرسل عليهم السلام. وفي هذا الحديث أن الغالب أن من دخل في دين الله فإنه يستمر عليه ولا يحصل منه ردة عنه. وفي هذا الحديث الاستدلال بسيرة الرجل السابقة على حاله في المستقبل، وقد استدل بتركه للكذب ماضيا على أنه سيترك الكذب حاضرا ومستقبلا. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الغدر ليس من صفة أنبياء الله ولا من صفة أهل دين الله. في هذا الحديث أيضا أن انتصار الكفار على المسلمين في وقت لا يعني بطلان منهج أهل الإسلام ولا يعني أن الله قد تخلى عنهم، بل لله سنة في الكون يبتلي أنبياء من أجل أن ينظر من يصدق معهم ممن لا يكون كذلك، لكن الله جل وعلا يجعل العاقبة لأنبياء الله عليهم السلام. وفي هذا الحديث أيضا الأمر بالتوحيد،
تقديم التوحيد على غيره في دعوتنا للناس. ولذا لما نقل أبو سفيان ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قدم أمره بإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به. في هذه الألفاظ من الحديث الترغيب في ما ذكر من أمور الصلاة والصدق والعفاف والصلة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وأنها من شعائر دين الله عز وجل. فاستدل هرقل بهذه الأمور على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال: وهذه صفة نبي. ثم قال لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقاً، أي مما أخبرت به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصره، وأنه سيتمكن من أعدائه حتى يصل إلى ملكنا وإلى ملك ذرارينا، فيملك موضع قدمي هاتين. وحينئذ عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب أبي سفيان. قال هرقل: وكنت أجزم بأنه سيخرج نبي في هذا الزمان، ولكن لم أكن أظن أنه من العرب، وكان يظن أنه من غيرهم من الأمم. قال هرقل: فلو أني أعلم، أي لو كنت أجزم وأقدر ويغلب على ظني أنني أتمكن من الوصول إليه، لأتعبت نفسي حتى أصل إليه. وفي هذا بيان أن العقلاء يختارون صحبة الصادقين في أخبارهم ناقلين لشرع الله جل وعلا. وفي هذا الحديث من الفوائد استحباب تقديم الرسائل والكتب بالبسملة بدون حمد، ولذا قال في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يذكر فيه الحمد. وفي هذا الحديث أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم عند كتابة الرسائل أن يبدأ باسمه وهو المرسل قبل اسم المرسل إليهم. في هذا الحديث جواز وصف الرجل بكونه عظيماً إذا كان منسوباً إلى شيء، ولذا قال هنا: عظيم الروم. في هذا الحديث ترغيب الإنسان بالإسلام، وبيان أن من اتبعه بعد إسلامه فإنه ينال مثل أجره. في هذا الحديث التحذير من صد الناس عن الاستجابة لدعوة الحق، لأنه من صدهم سيكون عليه وزر يماثلهم. وفي هذا الحديث أيضا أن أهل الروم حصل منهم اللغط في تعظيم ملكهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أهل الباطل يحصل منهم الصخب واللغط ولا يستقيم كلامهم. وفي هذا الحديث أيضا أن أبا سفيان قد علم بمقالة هرقل وعلم منها صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيؤتيه الله جل وعلا القوة حتى يخافه ملك بني الأصفر، أي ملك الروم. وفي هذا الحديث فضيلة لأبي سفيان رحمه الله تعالى. فهذا شيء مما يتعلق بهذا الخبر، وبه نكون قد أتممنا كتاب بدء الوحي. بارك الله فيكم ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ورزقنا الله البصيرة في ديننا، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يعينهم على القيام بشعائر دينه، كما سأله جل وعلا
أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.